أستاذ العزيز، يعني من خلال الممارسة ديالكم بصفتكم رئيس أول صندوق الملك، أنتم بطبيعة الحال مارستم في إطار القانون المسار الجنائي القديم، وتتبعون عن طريق أبحاثكم ودراساتكم مجموعة التعديلات المدخلة. ما رأيكم في هذا التلاؤم ما بين المعايير الدولية ومستجدات القانون المسار الجنائي بعد التعديل؟ شكرا. في البدايه اود ان اتقدم لكم الشكر الجزيل على الدعوه لمناقشه هذا الموضوع لغايه من الاهميه، واصلاح العداله بالمغرب في افق اقرار ضمانات المحاكمه العادله التي نعتبر على ان يعني بدايتها ليست هي قاعه المحكمه، وانما الاعداد المسبق للمحاكمه العادله وهي مرحله البحث التمهيدي ومرحلة التحقيق التي تعتبر المرحلة يعني أساسية وجوهرية في يعني توفير أدلة الإثبات أو النفي التي ستعرض على المحكمة بقصد البت. نعتقد أنه بالنسبة للنصوص المسطرة الجنائية والتعديلات التي طرأت عليها في إطار ملائمتها مع المواثيق الدولية، فإن المغرب فعلا حاول يعني منذ الظاهرة ديال 54 إلى ظاهرة إجراءات انتقالية وما بعد التعديلات أن يقوم بمجموعة من التعديلات في إطار ملائمة القانون المسطرة الجنائية الذي هو المرآة كما تقدم السيد رئيس الجمعية على مدى ديمقراطية الدولة، لأن كل ما كانت قانون المسطرة الجنائي يضمن مجموعة من الحقوق والحريات، ف يعني ديمقراطية الدولة تقاس بقانونها للمسطرة الجنائية. نحن كممارسين يعني همنا الأساسي هو تفعيل تلك المقررات أو النصوص القانونية على أرض الواقع، لأن هذه الغاية من السن. نعتبر أن الدستور الآن هو دستور متقدم، لأنه فعلا كانت هناك مجموعة من المبادئ التي لم تكن مقررة على مستوى النص الدستوري، وإنما كانت بعض المبادئ التي لم تكن مقررة حتى على مستوى النص المسطرة الجنائي. مثلا مبدأ قرينة البراءة لم يكن يعني قبل التعديل ينص على مبدأ قرينة البراءة، وإنما كانت تشتم رائحته إن صح التعبير من خلال تعامل المجتمع من خلال مجموعة ديال المراكز. مثلا أنه الشخص الذي يحال على المحكمة لن ينبغي أن يدان بناء على وسائل إثبات جازمة، وأن الشك ينبغي أن يفسر المتهم لفائدة المتهم، أن المحكمة يمكنها أن تطلق سراح المتهم في أي مرحلة من المراحل بناء على طلبات السراح التي تقدم أمامها، أن القاضي التحقيق ينبغي كذلك أن يفرج عن الشخص المدار للاعتقال الاحتياطي كل ما ارتأى أنه ليست هناك ضرورة لإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، أن النيابة العامة في إطار سلطة ملائمة المتابعة يمكنها أن تتابع في حال صراح كما يمكنها أن تتابع في حالة اعتقال كما يمكنها أن تقرر الحفظ. بالتالي فهذا المبدأ اللي كان كما قلت لم يكن بنص القانون، بعد التعديل جاءت ماشي التعديل، التعديل السابق من المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تم النص على أن الأصل هو البراءة، وأن الشخص لا يعتبر مدانا في نظر القانون إلا إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن الشك ينبغي أن يفسر لفائدة المتهم. ومن بعد ذلك تنتقلوا يعني أثناء المحاكمة كيبقى هذا هو المبدأ. جاء التعديل ونص في مادته الأولى على أن الأصل هو البراءة. هذا المبدأ الذي كان هو مجرد نص في قانون المسطرة الجنائي ارتقى به المشرع إلى مستوى قاعدة دستورية. بالتالي فننظر هنا مدى تعامل المشرع الدستوري مع مجموعة من 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 القواعد القانونية وارتقى بها إلى مستوى القاعدة الدستورية. بالتالي الآن نعتقد أن الدستور الآن ينص على أن على مبدأ قرية البراءة، ينص على مبدأ ضرورة تمتيع كل مواطن
بمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. يعني أنا لجينا نديرو مقارنة ما بين القانون المسطرة الجنائية مع القوانين المسطرة لدول تعتبر رائدة في مجال الديمقراطية اللي على نفس يعني نفس إن صح التعبير كاع لي ستوندار كاينين. يعني الحق في الدفاع، حق في الصمت، ما كانش المادة 66 الآن، فيما سبق كانت الحق كان مقصور على السيد قاضي التحقيق، ما كانش نص، الآن جات المادة 66. وأقولها لكم من خلال يعني العمل القضائي، الآن صدرت أحكام تقضي ببطلان محاضر استماع الأشخاص لأنهم لم يتم تمتيعهم بحق في الصمت، مع العلم أنه بالنسبة لوكيل أحكام الآن في هذا السياق، مع العلم أنه بالنسبة للنص كاين هناك الآن كاين غموض، لأن يعني الآن المشكل المطروح على مستوى الممارسة ما عدم مدى جودة النص، يعني من حيث الصياغة في بعض الأحيان المشترى يستعمل عبارات الوجوب يجب، في بعض الأحيان يستعمل عبارات يتعين، ولكن إحنا كنمشيو لأنه النصوص ينبغي أن تؤول تأويلا حقوقيا. كاين المسطرة الجنائية نصوص اللي المشرع كيحط كينزل القاعدة ويرتب الجزاء البطلان في ذات النص، مثلا مسألة المادة 63 الإجراءات ديال التفتيش، كيقول على أن الإجراء إذا لم يتم احترام الشروط من حيث التوقيت الزمني فإن جزاء هذا الإجراء هو البطلان. المسألة ديال شكليات الحجز المادة 59، إذا لم تحترم الشرطة القضائية الإجراءات أو الشكليات التي ينبغي أن يتم بموجبها حجز الدليل هو دليل الإثبات، فإن من ناحية الشكلية فإن الجزاء هو بطلان هذا الإجراء. ملي المشرع اللي نص على المادة 66 لم ينص صراحة على البطلان، ولا المسطرة الشرعية ولا المادة 751 كانت سابقا 754. بالتالي ف يعني كنقول يعني تعامل القضاء مع النص كان ايجابيا، لانه لو انه يعني بغينا نبقاو عاوتاني في حرفيه النص غادي نقول بان المشرع لو اراد الجزاء البطلان لرتب عنه، ولكن نحن يعني كنقولوا في اطار التشبع بثقافه حقوق الانسان فقل على النص لم يكن لينزله المشرع الا لكي يحترم، وبالتالي فعدم احترام النص ينبغي ان يتبع الجزاء حتى ان يعني ان نبعث اشاره قويه للجهه يعني القائمه على البحث اللي هي الشرطه القضائيه. بطبيعه الحال الشرطه القضائيه نفتح قوسين، حتى العلاقه الشرطه القضائيه مع النيابه العامه كانت على مستوى النص، يقال النص اذا رجعنا للفصول ديال المسطره الجنائيه على ان وكيل الملك يسير أعمال الشرطة القضائية، والذي يشرف على أعمال الشرطة الذي يراقبها هي الغرفة الجرحية لدى محكمة الاستئناف بطبيعة الحال في إطار مراقبة السيد الوكيل العام. أقول أنه بالنسبة الآن العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية هذه مسألة مهمة، أصبحت علاقة دستورية سمى بها كذلك المشرع إلى المستوى يعني نص على قاعدة دستورية، وأن الشرطة القضائية عندما تحدث عن الشرطة القضائية تحدث عن إدارة الدفاع اللي هي الضرب الملكي والأمن الوطني، بالتالي تعمل تحت إشراف وتسيير من وكيل الملك. من يعني كيف ذلك؟ أولا عندما تحال المصادر على النيابة العامة هناك مراقبة شكلية يعني بصفة أوتوماتيكية. كيف ذلك؟ أن الوكيل المالي يعني في شخصية الوكيل شخصيا أو أحد النواب ينبغي أن ينص في المحضر على أن هذاك المصدر أن ذاك المحضر تحقق من شروطه الشكلية قبل ما ندخلوا الموضوع، يعني بعد التأكد من أن هذه الإجراءات تمت وفق ما ينص على القانون، لأن الإجراءات في قانون المسطرة الجنائية إذا لم تكن صحيحة في الشكل فجزاؤها بطلان. ينبغي أن يتأكد من أن المنجز المحضر هو ضامن للشرطة القضائية وأنه أنجز الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون، سواء ما تعلق الأمر بضرورة احترام مدة الحراسة النظرية
او ما يتعلق باشعار العائله ديال المحروس بانه الشخص موضوع الحراسه النظريه، او ما يتعلق باحترام وقتيه الماده 66. وغير الماده 66 يعني من حيث السياق ومن حيث التعامل ديالها، هناك مجموعه ديال الاشكالات راه يمكن ان نطرحها يعني للنقاش حتى لا اطيل. بالنسبه لاقول على انه بالنسبه للمسطره الجنائيه الان يعني مقارنه مع المبدا الدستوري كاين هناك تناغم، لانه كانت مجموعه من المبادئ على كانت مجرد نصوص يعني تم التنصيص عليها في مقتضى المسطره الجنائيه، وكاين هناك ايضا لان راه ما ننساوش كاين هناك نصوص تكميليه اللي هي نصوص في بعض الحالات تتناول جانب موضوع وجانب الشكل. مثلا القانون الاول من الاهميه في القانون ديال الحريه العامه الصحافه فيه الجانب الشكلي قانون واحد وفيه الجانب الموضوعي، وهذا يثير هذا بوحدو يعني خصو نقاش خاص يثير اشكال. واش ينبغي ان نلتزم بالقواعد المنصرفه قانون الحريه العامه في الصحافه، مع العلم ان هذاك النص لا تصعب مجموعه من الاشكالات القانونيه لم يتناولها قانون الصحافه، ينبغي ان نعود الى قانون المسطره الجنائيه. انا اقول على انه يعني راه لا يمكن ان نستلم، يمكن ان نستانس بالتجارب القضائيه الاجنبيه، القانون النموذج الامريكي ولا النموذج الفرنسي ولا النموذج البلجيكي والايطالي، ولكن راه لا يمكن ان ننسى ان هناك خصوصيه. المساله راه هذا واقع لا يرتفع، خصوصيه وكاين هناك يعني كاين هناك اكراهات ماديه لوجستيكيه بشريه لا على مستوى ضابط الشرطه القضائيه، لا على مستوى النيابه العامه، ولا على مستوى القضاء الحكم قضاء نيابه ورئاسه. كاين هناك مجموعه من النصوص اللي الان ظهر على انه ينبغي، وفعلا الان نحن في الان ورش اصلاح منظومه العداله مفتوحه على مصراعيه، ينبغي ان يعاد النظر فيها في اطار تحديث المنظومه القانونيه حتى تتلائم مع المعايير الدوليه للمحاكمه العادله. اقول على ان اللي كنركز عليه هو ان هادو يعني الشور اللي كما قلت لي ميم ستاندار اللي كاين راه كاينين داخل يعني المنظومه الجنائيه المغربيه، ينبغي كتبقى المساله ديال التعامل. وهذا النقاش هو يعني جلسات المحاكم لا تخلو دائما من هاد الدفوعات اللي كيصيغوها هيئه الدفاع بشكل يومي، سواء ما تعلق باحترام مادة 66 67 59 108 ديال التنصوص والاشكالات التي تطرح. اقول على اننا فعلا ينبغي ان يعني نكرس هذا اللي كنركز عليه بالذات، هو ان يعني الاشخاص الممارسين ينبغي ان يكون عندهم هذا البعد او التشبع بالثقافه الحقوقيه في التعامل مع النصوص.